نتكلم بقى مع حضراتكم عن لاعبتنا المحترفين. السيزون ابتدى في انجلترا، عندنا اثنين طبعا، عندنا اربعه لعيبه بيشاركوا، لا معلش انا اسف، البريمير ليج السنه دي خمسه لعيبه مصريين بيشاركوا فيها: محمد صلاح، محمد النني المحمدي، تريزيجيه، واحمد حجازي. الحقيقه البدايه امبارح لليفربول، وبدايه اكثر من رائعه، مباراه قويه جدا مع ليدز يونايتد الصاعد من الشامبيونشيب. ماتش كان حماسي جدا، جون هنا وجون هنا لغايه اخر 10 دقائق، تعادل 3-3، هيفي سكور الحقيقه بالنسبه لليفربول بيلعب في الانفيلد على ملعبه. خدوا بال حضراتكم الليفر ما خسرش بقاله فتره كبيره جدا، انا عارف انه عامل رقم قياسي على ملعبه، ما تعرضش لخساره على ملعبه في الدوري الانجليزي، اعتقد رقم قياسي، وبالتالي كان وجوده امام ليدز الصاعد حديثا للبريمير ليج في يعني كان في ازمه، كان في مشكله لو انتهت الماتش 3-3، لكن طبعا قدر ليفر ان هو يحسمها لصالحه 4-3. الاهم في الموضوع انه صلاح مبتدي سيزون ببدايه قويه جدا، هنتكلم على هاتريك في اول مباراه، وده في حد ذاته رقم قياسي جديد بيحققه محمد صلاح. عايز اقول لحضراتكم كمان انه محمد صلاح في ثلاثة سيزون متتاليين بيسجل في الجولة الافتتاحية، وده يعتبر كمان رقم قياسي بيضاف طبعا للسجل حافل من الارقام القياسية. طيب خلينا نروح من خلال سكايب طبعا للصحفي ومدير موقع في الجول، يلا كورة، رئيس تحرير يلا كورة، اهلا بيك. اهلا بيك يا احمد، واهلا بكل مشاهدي قناه، اهلا وسهلا، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. كريم خليني ابتدي معاك من البريمير ليج، يعني انا عايز طبعا اخد معاك جوله كده سريعا في نجومنا المحترفين في اوروبا، لكن احنا عندنا في البريمير ليج خمسه من نجومنا المحترفين هناك، طبعا اهمهم المو محمد صلاح اللي قدم امبارح بدايه قويه جدا لافتتاحات السيزون، وقدر ان هو يسجل هاتريك في مباراه ليفربول امام الليدز. ملاحظاتك ايه على الاداء امبارح، وخصوصا طبعا انه كان في كلام كتير جدا قبل بدايه السيزون على صلاح والسيزون اللي فات والارقام بتاعته، وانه مستواه بدا في التراجع؟ طبعا بنتكلم على بدايه محمد صلاح، واحد من اللعيبه لو خدنا بالنا محمد صلاح واضح جدا جدا تركيزه على الوصول للقب افضل لاعب في العالم، ده واضح جدا جدا ان ده التارجت بتاع محمد صلاح. ده يبان من ايه؟ يبان من البدايه اللي بيبدا بيها الموسم السنه دي مع ليفربول، رغم كل الظروف، رغم كورونا، رغم الابتعاد عن الظروف الطبيعيه، بعد حتى خروج الفريق من الشامبيونز السنه اللي فاتت قدام اتلتيكو مدريد، الظروف الحاليه في الرياضه في العالم كله، ولكن محمد صلاح مركز تماما على نفسه، على اللياقه البدنيه بتاعته، على ادائه، وبالتالي بيبدا الموسم ببدايه ولا اروع، بيحقق من مباراه امبارح طبعا بعيد عن الهاتريك، بنتكلم مع محمد صلاح امبارح حقق عدد كبير من الارقام القياسيه، ابرزها طبعا مقرب من نادي ال100 مع نادي ليفربول بتسجيله امبارح 3 اهداف، وصل للرقم 97. كمان محمد صلاح كسر حاجز ال 50 هدف مع ليفربول في الدوري، وده رقم ما حققوش غير لعيبه عظام في تاريخ النادي زي مايك اوين، شريكام، اللعيبه دي هي بس اللي حققت الرقم ده مع ليفربول. وبالتالي كمان الموسم الرابع التوالي محمد صلاح بيحرز هدف في الانطلاق مع ليفربول، وده طبعا رقم مميز جدا جدا بيورينا مدى التركيز والذكاء اللي عند محمد صلاح في انه بيدي بدايه قويه مع فرقته بتخليه دايما في مصاف المنافسه على لقب الهداف حتى نهايه الموسم. ناس كتير جدا كريم بتسال على رغم ان احنا في بدايه سيزون يعني، لكن في ناس بتقول لك انه والله صلاح ادى كل اللي عنده او حقق كل اللي ممكن يحققه مع الريدز، هل من الممكن انه يبقى افضل له انه الخطوه الجايه تكون بره ليفربول، او على اقل تقدير خليني بلاش اقول بره ليفربول، بره البريمير ليج، نشوفه في دوري زي الدوري الاسباني، نشوفه في دوري زي الدوري الالماني، وان كان الالماني مستبعد شويه، لكن هل بتتفق مع نفس وجهه النظر؟ يعني في بعيدا عن ريال مدريد او برشلونه، هم دول الخيارين اللي اعتقد عند محمد صلاح اللي ممكن يفكر فيهم اذا الظروف سمحت انه يجيله منهم عروض. ولكن خلينا نبص على محمد صلاح تاني، وارجع للنقطه اللي انا بدات بيها الدخله بتاعتي، ان محمد صلاح بيتارجت لقب افضل لاعب في العالم. طبعنا احنا يا احمد لك رياضيين في مصر، حتى لعيبه الكوره في مصر ممكن يحقق النجاح في بعض الوقت، وبعد كده هوب تلاقي الاداء هبط، او تلاقيه مثلا بيتارجت الفلوس او بيحقق عائد مادي جيد جدا وخلاص بينصرف تماما عن التركيز في الرياضه. لكن في وجهه نظري الشخصيه بشوف محمد صلاح حط نفسه في مصاف اثنين لعيبه هما ميسي وكريستيانو رونالدو، هو شاف ازاي اللعيبه دي او الاثنين لعيبه دول
تعبوا عشان يفضلوا على قمة الكورة لأكثر من 10 سنوات، وبالتالي أنا شايف إن محمد صلاح بيكسر العادة المعتادة عند لعيبة الكرة المصرية. حتى احنا في المباراة نقول اللعيب أو الفريق المصري أول ما بيوصل للتارجت بتاعه الأداء بيهبط أو بيقلق. محمد صلاح واضح جدا هو باعد تماما عن الثقافة دي، باعد عن العقلية دي، هو مركز على التارجت بتاعه، التارجت بتاعه ده عشان يحققه فعلا محتاج كذا سنة. طب خليني كريم اخد رايك في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها تحديدا، لانه انا بشوف دايما انه اللعيبه المصريه يعني بنشوف عندنا درر، عندنا مواهب تستحق تلعب في اكبر الانديه في العالم، تلعب في البارسا وتلعب في المان يونايتد وتلعب في المان سيتي وتلعب في البايرن، لكن اللي بينقصهم الجزئيه تحديدا اللي انت بتتكلم عليها، فكره انك انت تخلق لنفسك الحافز، فكره ان طموحك ما يقفش عند حد معين، فكره انك كل ما تحقق هدف تحط لنفسك هدف ابعد منه، فكره انك طول ما عندك القدره تقدر تطور من نفسك ومن ذاتك ومن مستواك. تفتكر دي حصلت لصلاح ازاي؟ حصلت الثقافه دي اتولدت عنده ازاي؟ ما هو احنا عندنا لعيبه مصريين كتير جدا كانوا هايلين وشاطرين وسافروا بره بس ما قدروش يكملوا او يعملوا نفس المشوار اللي بيعمله محمد صلاح. طبعا هدل على كلامك بمثل جيد جدا او مثلين قدامنا وجهه نظري، مثل عمرو زكي ومثل ميدو. يعني عمرو زكي لما تفتكر لما راح ويجن وجاب الهدف التاريخي، واحد من احلى الاهداف اللي كتيرت في تاريخ الدوري الانجليزي، لما جابه في ليفربول في الانفيلد الباكورد اللي عملها من على مشارف منطقه الجزاء،